الولد الكبير هذا كينعس هنا والولد الصغير كينعس حداه وهاد البنيات كينعسوا حداهم. بعد الخطره تكنوض في الليل والله القسم اختي مريم كنلقى الهد الصغيره طالعه فوق خوتها ناعسه من كثره الضيق. السلام عليكم اختي، مبروك العواشر. كنسلم على خوتي الناس المحسنين ولا الناس اللي غيشوفوني في هذا الفيديو، كنوجه لهم التحيه وكنقول لهم مبروك عواشركم. انا كنطلب من الله ومن خوتي المحسنين يعاونوني في هذه الضيقه، ورا الله غادي يجازيهم. انا عندي واحد المشكل ديال السكنه ديال الكرا، انا الكرا قتلني. انا عندي 5 وليدات، انا مزوجه، انا الزوج ديالي من كثره قلت شي كثر شي تعصب ولا بحال مريض نفساني، مابقاش كيستحمل اننا نبقاو كلنا مجموعين في بيت واحد. ما شاء الله هذاك عنده 14 عام والوليد عنده 12 عام والبنيات انت كتشوفوا فيهم. هو دابا ملي شاف هاد المشاكل ديال الماده انها ما كايناش وحنا كاينين غير بيت واحد ومالين الدار كيتسالونا 18 فريال وفيها 8 شهور. الولد الكبير تينعس هنا، الولد الكبير هذا كينعس هنا والولد الصغير كينعس حداه وهاد البنيات كينعسوا حداهم. بعد الخطره تكنوض في الليل والله القسم اختي مريم كنلقى الهد الصغيره طالعه فوق خوتها ناعسه من كثره الضيق، حيت ما كيقدوش يتحركوا، كاينش مساحه بيناتهم. ما عنديش هادشي اللي عندي، شوفي كاين غير الله واحد، الا كنكذب راه الله ولا كاين، عندي غير هادشي اللي قسم الله. ما عنديش الامكانيات باش غنشري ليهم اولا نكري ليهم دار اخرى، كاين هنا غير 30 24 26. انا هذا دابا عندي 18 فريال في الشهر، انا غير كنتلاوط عند الناس، ما خداماش خدمه رسميه ولا شي حاجه، غير ملي كتعيط ليا كنخدم عند الناس. كتعيط ليا السيده كتقول ليا جي صبني ليا راه عندك واحد البريكو اليوم جي ديريه، ملي كنسالي من الصباح حتى الخمسه ديال العشيه تعطيني ديك 100 درهم 2400 كنرجع فيها، فيها ترسبور كيعارفها، فيها مركوب، فيها وانا كنخدم وعقلي مع ولادي مع بنياتي صغار، كاش اللي غيحديهم لك؟ كتخليهم في واحد البلاصه ما كاينش حتى فيها الامان، كتخافي كتقولي انا غنمشي في يد الله وغنرجع في يد الله الا لقيت بنياتي مزيانين ولا بخير ولا. حنا معذبين وما حلين الصراحه والله. المشكله انا دابا وليت مستحمله دقه الاب ودقه الام، كتعرفي كتجيك عيد كتجيك عواشر كتجيك كسوه كتجيك صباطه. دابا فحاليا فات العيد والله ما عندي باش غنكسي، وبقى صغمان بالله ما عنديش، ربي عالم الا كذبت راه الله شاهد، ما عنديش حيت انا انت حبيبه ديالي. دابا عندي 8 شهور ديال الكرا، جات عندي مولات الدار قالت لي غتخلصي لي 4 شهور ديال الكرا حيت انا باغا ندير انا عمليه نحيد مراره. وحسبي الحمريه مخسي 18 فيال في الشهر، جات في 4 شهور وعاد غتبقى 4 شهور كتسالها. قالت لي ما خلصي ليا ولا غنجيب الناس اللي غيعطوني الفلوس في الوقت، وانا عندي 5 وليدات. انا درت تاعيت انا 10 سنين ولا كنضرب في البرارك، حتى واحد ما قبل لي على ولادي ما شاء الله حيت عندي 5 وليدات. الناس اللي كنمشي عندهم مع كيبقاو يضاربوا الخوت مع بعضياتهم كيدرتفوا مع انت كتعرفي الحيل العشوائي راه اللي درتيها كتسمع كيدقوا عليك يقول لك لا لا شدي ولادك راه حنا باغيين نعسوا باغيين نرتاحوا، الشهر الاخر تيقول خوي ليا. تقريبا انا هو سمح فيا وخلاهم، ما عندوش هو ما عنده زيد ناقص، انا ما قديتش، انا كنمشي نتلاوط وكنجي مره ندير لهم اللي قسم الله، يعني ماشي كندير كلشي، ولكن انا قهرني الكرا غنجي نحطهم هما ياكلوا ويشربوا هذيك 100 درهم اللي غنمشي ندير بروكولات عند الناس. انا غير كنتلاوط يعني كنديرها غير يومين في السيمانه، هاد اليومين في السيمانه فيها كرا فيها مصاريف غير 5 وليدات. انا كنتمنى شي محسن يتساها عليا انا وهاد الوليدات هاد الخمسه، حيت والله تا كنعسو بحال داك الحوت ديال السردين وكلهم كيتشكاو، ولكن انا ما قداش ما عنديش الاستطاعه ديالي باش غنكل لهم شي مسكن اخر ولا غنكري لهم شي دار اخرى بشي مثلا ب 36 او ب 30، ما عنديش. انا كنتلاوط، انا الا عيطت ليا شي مراه عاده كنمشي ندير شي ميناج، اما انا راه ما خداماش. الحلم ديالي كنطلب الله
يشوف فيا شي محسن في سبيل الله في جهة الله والوليدات، يعطيهم شي سكن فين يتم يعيشوا. انا بغيت اقبر الحياة، نحيد هاد الكرة ديال 18 في الشهر، هز عليا بزاف ديال المصاريف على ولادي، ناقصاهم عليا وانا عندي خمسة، ما حيت خصني يقراو خاصهم ياكلوا خاصهم يشربوا. الناس اللي داروا خمسة انا خاصني ندير ثلاثة ولا أربعة، يعني ما عنديش الامكانيات. ربي عالم والله. وعيت اختي مريم ما نكذبش عليك، تقاد عليا الجهد. شوفي اللي في القلب كيقول لك اللي في القلب راه كيبان على الوجه، شي انسان كيبان على وجهه، كل واحد كيبان على وجهه. كنتمنى من الله شي خويا محسن يحل علينا، ولا اختي محسنة تحل عليا وتشوف من حالي ومن حال هاد الخمسه هاد الوليدات، الا هاد البيت اللي كينعسوا فيه. انا ولو كاريها اليوم ب 18 في الشهر هما كاع مرتاحين والله مريم. كون كنا عسو شتي وانت يا مريم غيبقاو فيك، قسما بالله يبقى فيك انت، غيبقاو فيك واحد هنا وخو حداه والدريات حداه، وانا وباهم اللي ما يمكنش باهم، لدرجه انه ما بقاش بغى يعيش معنا. قال لك انا اصلا ما عايش، ما عايش والله ما نزيد. 084 68 80 17.